أنا أغلى مطرب عربي، أول مطرب مصري يدخل موسوعة جينيس وياخد ميوزيك أورد أكتر من مرة، أول فنان مصري وصلت أغانيه العالمية. أنا عمرو دياب بحتفل بعيد ميلادي الـ 62 معاكم، وهقول لكم على شوية كواليس من أغانيه، زي مثلا نور العين كان صحاب ليا رافضين نزولها أو شايفين إن هي مختلفة عن باقي الألبوم، منهم مصطفى كامل مثلا اللي طلع وقال كده، ولكن أنا أصريت إن هي تنزل، وكان عندي رؤية ان الاغنية دي هتكسر الدنيا. البوم ليلي نهاري كان اسمه خد قلبي معاه، قبل ما اسمع ليلي نهاري من عمرو مصطفى اللي الاغنية دي اصلا كانت لسميرة سعيد، وانا كنت المفروض اخد بالسلامة السلامة، ولكن الموضوع اتعكس وهي اللي خدت بالسلامة السلامة وانا خدت ليلي نهاري عشان تبقى اسم الالبوم. اغنية حبيبي ولا على باله توزيعها خد معايا انا وطارق مدكور اكتر من شهر عشان نقدر نمزج اللحن الشرقي بتوزيع وموسيقى مختلفة وعصرية. في ألبوم بناديك تعالى كان في مناوشات كده ان انا كنت اعمل دويتو مع شاكيرا، ولكن ما حصلش. الناس دلوقتي شايفة ان طريقي كان سهل، لكن ما عرفوش ان كل ألبوم كنت بنزله كنت بتهاجم اكتر من الاول. النقد موجود دايما، بس المشكلة انه مش دايما بيكون على حق، وساعات بيكون تصفية حسابات. يعني مثلا في ألبوم علب قلبي انا اتهاجمت وكان في سخرية من البوستر، لكن دلوقتي لما حد يجي يسألك ايه افضل ألبوم وافضل لوك لعمرو دياب هتلاقي ناس كتير بتقول علب قلبي، ناس كتير بتقول انها سابقة عصري وكنت بعمل موسيقى سابقة فعلا عصرها. لكن عمري ما بنسب الفضل لوحدي، الفضل بعد ربنا ومجهودي هو الناس اللي اشتغلت معاها من شعراء وملحنين وموزعين. انا لسه على القمه بيكم انتوا ومعاكم، ومفيش حاجه تقدر توقفنا، الطموح والاستمراريه والشغف لسه موجودين وعمرهم ما ينتهوا. بشكر كل واحد سمع اغنيه حتى ليا، انا غيرت خريطه الاغنيه، بقيت عايز اقرب من الناس بكلام بيقولوه مع بعض. بشكر كل واحد فيكم هناني بعيد ميلادي، واتمنى اكون دايما عند حسن ظنكم.